زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلضى هواك تسعرا. وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح، ولا تجعل جوابي لن ترى. إن الغرام هو الحياة، فمت به صبا، فحقك أن تموت وتعذرا. قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى. فأدر لحاظك في محاسن وجهه، تلقى جميع الحسن فيه مصورا. ذهب أحد الرسامين إلى الرجل الحكيم، قال له: كيف ممكن إني أتحول لتنين؟ الحكيم قال له: ارجع لغرفتك وركز كتير في هذا الموضوع، بعدها رح يجي وقت تشعر فيه بأنه عليك أنه ترسم تنين، وهذه اللحظة اللي بتكون فيها قد تحولت إلى تنين، ورح يدفعك التنين إنك أنت تعطيه شكل. الفكرة من هذه النصيحة إن الرؤية ليست كافية، لابد للفنان أو أي شخص آخر أن يدخل في الشيء ويشعر به من الداخل ويحيا حياته بنفسه. أن تعرف الزهرة يعني أن تصبح الزهرة، أن تكون الزهرة، أن تتفتح مثل الزهرة. حين يتم ذلك فأني أعرف كل أسرار الزهرة ومباهجها وألامها، أي كل حياتها النابضة في داخلها، وسوف أتعرف على ذاتي بمعرفتي بالزهرة وضياع ذاتي فيها. وبهذه الطريقة وهذا الفهم رح توصل لمرحلة تحس فيها إنك مش بس فنان عادي، ولكنك فنان حياة. الطبيعة شكلتك بطريقة بتمكنك إنك تكون هذا الفنان العادي زي الرسام أو الموسيقي أو الشاعر، ولكن فنان الحياة هو موجود في كل إنسان ومخلوق، ولكن إحنا اللي بننسى. وهذا الفنان مش بحاجة إلى أدوات زي الريشة أو الإزميل أو الورق أو ألوان للتعبير عن نفسه. فنان الحياة مش بحاجة إنه يخرج خارج ذاته، لأنه كل المهارة والأدوات والمادة موجودة معه منذ ولادته. جسد الإنسان نفسه هو المادة، زي قماش الرسام أو كمان الموسيقي أو حجر النحات مثلا. كل ما هو متصل بالجسد زي الإيدين والأرجل وراسك وأحشائك وأعصابك وأفكارك ومشاعرك وأحاسيسك، كل هذه الأشياء اللي بتشكل شخصيتك، هو اللي بيحول فيها الشخص عبقريته الإبداعية إلى نتاج، إلى سلوك وكل أشكال الفعل وإلى حياة. هذا هو فنان الحياة، من يحول حياته الرتيبة والمملة إلى حياة فن مليئة بالإبداع الداخلي الأصيل. سلام.